تكون تحية من مرابطين ومرابطات مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك إلى أهلنا في أندونيسيا. نشكر لكم ما تقدمونه لأجل القدس ولأجل المسجد الأقصى ولأجل فلسطين غزة القدس. نشكر لكم ما قدمتموه في مسجد الاستقلال في غزة وما تقدمونه وما زلتم تقدمونه لأجل القدس والمسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي سيأتي علينا قريبا. ريمونتسي.